بسم الله الرحمن الرحيم. عودة بعد 4 شهور. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يعني انا مش عارفة هل في اصلا لسه حد فاكرني وفاكر القناة وكل الكلام ده ولا لأ، بس الفيديو ده ملهوش اي لازمة بصراحة، عشان اكون بتكلم معاكم بصراحه يعني مفيش اي حاجه مفيده غير ان انا بس هديكوا ابديتس عن الفتره اللي فاتت. انا عموما انتوا عارفين مش بحب اكون في الحته المتشائمه قوي، ولكن هي السنه دي، او مش بحب ان انا كمان الوم السنه والسنه دي وحشه، بس بصراحه يعني هي السنه دي انا مش هقول ان هي وحشه، بس هي غريبه بجد، هي سنه غريبه جدا جدا جدا. في الفيديو ده تعرفوا انا ليه وقفت وكنت فين الفتره اللي فاتت واختفيت فين وكنت بعمل ايه وايه اللي حصل. وبصوا، هو انا متاكده ان هو هيكون فيديو طويل جدا، بس انا حابه ان انا اتكلم معاكم للناس اللي مهتمين يعني وبيحبوني، قاعده اتكلم معاكم كده واحكي لكم عن ال4 شهور اللي فاتوا. انا اخر مره كنت نزلت فيها فيديو كان في اول رمضان، يعني تقريبا بنتكلم في 3 شهور او حاجه. اللي عايز يعرف، اللي هو انترستد في ان هو يعرف اي حاجه عني وعن عايز ابديتس عن حياتي، which is مش حاسه ان هي حاجه انترستنج لناس كتير، بس يعني كنت حابه ان انا يبقى الكومباك بالفيديو ده يكمل معايا الفيديو ده للاخر عشان تعرفوا انا كنت فين وايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. تعالوا بقى كده نبدا من رمضان. عموما انتوا فاكرين الفتره اللي هي بتاعه حصل حوارات الكورونا دي والجامعات وقفت وكل الحاجات دي في نص 3، وبعدين رمضان كان على اواخر 4. طبعا يعتبر اول شهرين من نص 3 ده ما كنتش بتحرك تقريبا من البيت غير عشان اجيب شويه حاجات، واي ثينك الحتت دي انتوا كنتوا عارفين وكنت بتكلم معاكم دايما في الفيديوهات عن الموضوع ده. بجد ما كنتش بعمل اي حاجه، كنت دايما قاعده في البيت، ومش هكدب عليكم يعني انا مش هينفع ان انا ابقى انا مخنوقه ومتضايقه وفيكت واطلع اقول لكم which is many of the influencers on the youtube وانستغرام بيعملوها، يفيكت قوي. وانا بحب اكون على طبيعتي والحقيقه، يعني ما ينفعش ان انا بجد اكون مخنوقه ومتضايقه وقرفانه، انا مش بعرف ان انا افصل الفصله دي. يعني انا حتى لو مخنوقه ومتضايقه بكون مع صحابي باين عليا ان انا مخنوقه ومتضايقه، فما كنتش بعرف ان انا افصل الفصله دي، اللي هو انا مخنوقه ومتضايقه بعدين اجي قدام الكاميرا كانه مفيش حاجه وجماعه تفائلوا والحياه حلوه وان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه، عشان محدش كان عارف هل فعلا كل حاجه هتبقى كويسه ولا لا، او امتى النور اللي في اخر نفق الضلمه موجود فين، او امتى هنشوف النور ده. محدش كان عارف كل الحاجات دي خالص، فبالتالي ما كانش ينفع ابدا ان انا اطلع اتكلم معاكوا عن الموضوع ده، يعني ما كنتش هعرف اعمل كده بصراحه، عشان انا ما كنتش عارفه اعمله مع نفسي. طب هعمله ازاي مع غيري؟ هبقى غير صادقه مع نفسي تماما. فده كان بالنسبه لاول فتره رمضان. بصراحه it was all about spiritual قوي وروحانيات، وكان حلو جدا. كان اول رمضان في حياتي اكون مش بذاكر فيه، عشان ما كانش حد لسه عارف انا همتحن امتى وفين وازاي ولا اي حاجه. فكان بالنسبه لي رمضان اللي هو انا مركزه قوي. الجامعه قالوا لنا قبل رمضان كده بفتره انتوا عندكم ريسيرش ولازم تعملوه، كان تمام حلو قوي. انا لازم بقى هخلص الريسيرش خلال فتره رمضان وبتاع، فكنت الصبح بعمل الريسيرش وبالليل بقى كانت بتعبد. فكنت بصوا، كنت بصراحه رمضان كنت مبسوطه جدا جدا جدا، قدرت ان انا فعلا استثمره بشكل حلو لاول مره في حياتي، ما يبقاش فيه زنقه امتحانات وكانت الدنيا اهدى. كانت الشهرين دول كان فيهم هدوء كده، عارفين هدوء ولكن توتر بسبب حوارات الكورونا طبعا واللي بيحصل، ولكن من غير حاجه كانت الدنيا هاديه كده، فكانت لطيفه. خلصنا رمضان وجي العيد الصغير، ما عملتش اي حاجه تقريبا في العيد الصغير، وكانت لسه الكورونا مسيطرة ومكتسحة وهي اللي كسبانة كلنا. بعد بقى العيد بدأ بقى يدخل عليا الخبر، الحاجات بقى اللي تجيب الاكتئاب، اللي هو انا ما كنتش ساعتها عارفة اعمل ايه. لقينا بقى الجماعة بتبعت لنا، انا يا جماعة اللي ما يعرفش يعني لو انتوا اول مرة بتشوفوا الفيديو دي، انا سنة رابعة في طب اسنان تمام، فيعني مش اخر سنة، اخر سنة سنة 5، اللي هي الحكومة قالت ان احنا هنمتحن سنة 5 مش سنة 4. السؤال الذي تم طرحه عليا في الفترة اللي فاتت اكتر من اي حاجة في الدنيا على انستجرام، قال انت نزلتي تمتحني في الجامعة ليه؟ صدقوني انا مش عارفة، بس لقينا الجامعة بتبعت لنا بعد العيد الصغير، جماعة سنة 4 انتوا هنعتبركوا فرقة نهائية، يعني كأنكم زيكم زي البكالوريوس، بسبب ان احنا عندنا مواد من سنة 4 بتكمل في سنة 5، ودي لائحة الكلية بتاعتنا مش موجودة غير في كام كلية موجودة في مصر، من ضمنهم مثلا جامعة اسكندرية، فلو في حد في جامعة اسكندرية هيعرف كويس قوي اللي انا بتكلم فيه. فبالتالي سنة 4 انتوا هتنزلوا تمتحنوا عملي ونظري. طبعا كانت صدمة بقى بالنسبة لي، اللي هو انا كان الموضوع من ان انا همتحن اونلاين في البيت على السرير في بيتي، ويا اما نجاح يا سقوط، مش هيطلع لي جي بي اي في الاخر،
لان انا هنزل امتحن ولازم اذاكر المناهج كلها الثمان مواد، وهيطلع لي درجه لكل ماده، وهيطلع لي جي بي اي في الاخر، وهي هتبقى سنه عاديه جدا. طب يا جماعه عايزين نعرف دلوقتي انا هنزل امتحن امتى؟ لا احنا ما نعرفش. طب يعني اعمل ايه؟ لا برضو ما نعرفش. بدات بقى ادخل في حته اللي هو طب ما لا انا بجد محتاجه اذاكر. طب همتحن العملي الاول عشان اذاكر حاجات العملي، ولا همتحن النظري الاول؟ لا برضو ما نعرفش. طب امال مين اللي يعرف؟ انا اللي اعرف يعني؟ انتوا الجامعه ما تعرفش وانا اللي اعرف؟ المهم بصوا، كان عندي الفتره دي علمتني الصبر بشكل غير طبيعي، اني كنت بصبر بصبر بصبر، وبعدين نزل لنا جدول الامتحانات قبل الامتحانات باسبوع، وانا مش ببالغ ان احنا هننزل نمتحن كمان اسبوع. بنزل لنا جدول الامتحانات، وكان عباره الامتحانات عن مثلا كانوا 18 يوم بامتحن فيهم 8 مواد، فكان تقريبا عندي ما بين يوم ماده ويوم لا، يوم يوم لا، وهكذا. خلصت الامتحانات على خير الحمد لله يا رب، اشكرك يا رب. وكانت كنت حاسه اللي هو خلاص، انا اعتبرت نفسي بصراحه انا واصحابي ان احنا خلاص خلصنا سنه رابعه، وبدات بقى الدنيا عارفين بدات تفتح شويه، وخلاص الواحد بدا بينزل. عشان اكون برده مش هكدب عليكم، قلت لكم انا لحد دلوقتي لسه قاعده في البيت يعني، والناس اللي عندي برده على انستجرام عارفين كل ده، بس بنزل اللي هو الواحد بيبقى ايه يعني واخد حذره كده او على قد ما يقدر يعني. خلاص النهارده تاني يوم لقينا الجامعه بتبعت لنا يا جماعه ان العمل اتلغى. فطبعا بصوا كل الحاجات دي هي ليها حاجه حلوه وحاجه وحشه. حاجه حلوه ماشي، انا شلت من عن نفسي وخلاص خلصت السنه اللي ما كانتش بتخلص دي يا رب الحمد لله، خلصت سنه رابعه. ولكن بقى دلوقتي يا جماعه انا هقول لكم حاجه، يعني انا مثلا كنت دايما ببقى اكسبكتنج ان الماده الفلانيه درجتي مثلا هتبقى فيها حاجه فلانيه، لكن حاليا انا فعلا ما عنديش اي فكره. ليه؟ انا عندي ريسيرش ما اعرفش درجته، عندي براكتيكال هم هيحطوا درجته بالحب تقريبا، وعندي الفاينل كان عليه درجات كتيره قوي. فيعني والله انا مش عارفه، حتى مش قادره ان انا اتوقع درجاتي هتبقى عامله ازاي. بس في الحالات دي مش بقول غير حاجه واحده بس، ربنا بقى هو اللي يسترها، عشان انا عملت كل حاجه اقدر عليها الفتره اللي فاتت، وتحملت ما لا يتحمله حد من كتر توتر وجامعه وهنعمل لا هنسوي، لا هتمتحن العملي الاول، لا هتمتحن النظري، لا خلاص العملي هيتلغي، لا هنمتحنكم الاثنين مع بعض. وبدا بصوا يعني كان انا بحكي لكم كده حاجه بجد، انا بلخص لكم 3 شهور في يعني مثلا ايه ربع ساعه. فكل اللي انا بحكيه لكم ده اللي هو عارفين اللي كان بيحصل في الاخر، الحاجه اللي كانت في الاخر بتحصل، لكن كان في بقى بروسس عشان نوصل للحاجه اللي في الاخر دي. انا عارفه ان انتم مش انترستد خالص في المعلومات اللي انا بقولها، بس انا برضه هقولها عشان انا حابه اتكلم وحشني الكلام كده مع الكاميرا، وحابه اعرف يعني الناس ماي ابديتس. فالحمد لله اللي قدامكم دي دلوقتي، الحمد لله ان شاء الله يعني لسه الجايز ما طلعتش، بس الحمد لله اللي قدامكم دي يا جماعه I'm officially a senior بكالوريوس طب اسنان باذن الله السنه الجايه زي دلوقتي. اصلا انتوا عارفين ان زي دلوقتي السنه اللي فاتت انا كنت بعمل رجوع للجامعه والمدارس، شهر 8 ده كان بيبقى كله سلسله رجوع الجامعه والمدارس، بس ان شاء الله هنعملها يعني which is بقى مثلا هنعملها في شهر 10. جماعه السنه الجايه زي دلوقتي انا هبقى دكتوره، انا هبقى اتخرجت، انا مش قادره ان انا افانكشن الحته دي. يا رب يا رب ان شاء الله يكملها على خير باذن الله يعني، بس دي اكتر حاجه انا اكسايتد ليها الفتره دي. كل بقى الفتره دي زي ما بقول لكم انا ما كنتش عارفه بصراحه ان انا اقدم حاجه، مش عارفه، ده غير الفتره اللي حصل فيها موضوع التحرش. وبعدين بدا انا في فتره عايزه اقول لكم مسحت الفيسبوك، انا بتعب من الديبيتس، اي حد بيقول اي حاجه في اي حاجه بتعب بجد بجد، مش بهزر، بتعب وبتعصب، وممكن تبقى دي مشكله عندي بس مش بقدر ان انا استحمل. فلما حصل حوار بقى دخلنا في حته التحرش، واللي هو دخلنا بعدها في الحته بتاعه برضو حقوق المثليين، وان المثليين لازم يبقوا مقننين والكلام ده، اللي هو انا بدخل بقى اللي هو لا جماعه انا فيسبوك بالنسبه لي كوميكس وميمز بشوفها، بحب افتح فيسبوك عشان يضحكني، انا مش قادره على الديبيتس دي، مش قادره بجد اشوف الحاجات دي. وكانت الفتره مكثفه، ده غير اخبار الكورونا والنيجاتيفيتي واللي بيحصل بعد كده، حصل بلاك لايفز ماتر في امريكا، وبعد كده لسه حاصل دلوقتي في بيروت، عارفين لما تحس اللي هو مش قادره. انا فعلا فعلا الفتره كانت مرهقه، كل ده على الصعيد العالمي الانترناشنالي اللي هو كان حصل زيه زي مع صحابي، كل الناس كان بيحصل معاهم كده، انتوا كان بيحصل معاكم كده، كلنا كنا بنمر بنفس الفتره دي. لكن ولما تبقى الفتره دي بجانب بقى كل ده، لما الدنيا تبدا تنشن ما بين ناس قريبين ليك، يحصل مشاكل ما بينكم، مشاكل مش صغيره، ويتغدر بيك وتتخدعي، وتبقي انت اللي هو كنتي فاكره ان حد، انت والله العظيم يا جماعه لو كنتي بتراهني على شخص معين، لا
اللي هو تقولي فلانه او فلان يا جماعه بتهزروا يعني انا عارفه ان انا اهم حاجه في الدنيا عندها او عنده. فانا حصل لي كده اللي هو بجد كنت براهن على ناس اللي هو يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه يعني ايه الهبل ده. بعدين اخدت على دماغي اخده يعني انا بصراحه بعتبر نفسي اتظلمت طبعا اكيد الطرف التاني مش بيشوف كده ولكن الحمد لله انا كويسه ومسامحه جدا على فكره والله ودي حاجه اتعلمتها الفتره اللي فاتت. فتعلمت بجد الواحد اتعلم الصبر قوي بكل ما حدث يعني وتعلمت فعلا اللي هو ان انا امسك نفسي وتعلمت. بصوا at some point كنت وصلت اللي هو قلت ايه انا مش عايزة لو اخوض في الحاجات اللي هي اللي بتكسرني بس بتقومني وبتخليني اقوى انا مش عايزة اوصل في الحتة دي انا مش عارفة ايه. واكيد انا عارفة ان ناس كتيرة قوي حصل لها نفس الكلام وده وقالت لا انا مش عايزه بلا وجع دماغ. بس صدقوني يا جماعه لما بتلاقوا نفسكم قمتوا من الوقعه اللي انتوا وقعتوها اقوى يا لهوي على الاحساس ده لما يعني البرايد بتاعك كده بتحسوا ان هو ايه ده انا بجد بقيت انا كويت انا بجد في حته حلوه. I'm so proud of myself. الفتره اللي فاتت دي السنه 2020 علمتني حاجات كتيره قوي. علمتني ان دايره الصحاب مش لما تكبر تبقى احلى وعلمتني ان انتوا مش هقول لكم ترتبوا اولوياتكم بس تبقوا على وعي وعلى دره بكل واحد مكانته ايه في حياتكم. يعني انت تبقي عارفه ان فلانه وفلان دول فعلا القريبين ليكي تقدري تستأمنيهم على اي حاجه. لا فلان وفلانه دول في السيركل الابعد شويه مش اي حاجه تتقال لهم. وفي ناس اللي هم مجرد زملاء وفي ناس مجرد ان انتوا بتخرجوا مع بعض خروجه بنضحك ونهزر ونعمل. الموضوع ليه كذا برسبكتيف كتيره قوي ومحتاج فيديوهات يعني زي ما بقول لكم انا بس مجرد بكاتشب كده معاكم. السنه دي علمتني ان فعلا مالكوش غير نفسكم. كمان دخلت بقى في حته ان انا الجيم كان قافل وبصوا مش عارفه اتمرن في البيت. حاولت وجربت وكنت باجي على نفسي مره واثنين وثلاثه وعشره بس ما كنتش ببقى مبسوطه ما كنتش ببقى مستريحه ما كانش اللي هو لا مش هو ده التمرين اللي انا بحبه. كنت باجي على نفسي وبعمل بس مثلا كنت بدل ما كنت بتمرن 6 ايام وخمس ايام في الاسبوع ايام الجيم بدات اتمرن مره ومرتين في الاسبوع which is never ده ما كنتش انا ابدا وما كنتش هو ده. يعني انا كانت الرياضه برضو عارفين زي ما بيقولوا is my escape هي دي الحته اللي انا كنت حابه ان انا اروحها. فبرضو ما كنتش حابه ان انا اجي اللي هو ايه يلا يا جماعه النهارده هعمل لكم فيديوهات بنتمرن في البيت حلوه وجميله وهتفيدكم بس هبقى بكدب عليكم وهبقى بكدب على نفسي قبل ما اكون بكدب عليكم عشان انا مش بعمل كده. ولما بعملها بكون يعني بزق رجلي فكمان بقى عايزيني احط الكاميرا واصور والبس وبتاع عشان اصور فيديو تمرين في البيت انا اصلا مش قادره اتمرنه. لا ده مش انا القناه دي هي قلق قوي يعني انا بحس ساعات لو حد حابب بجد ان هو يعرفني بيدخل على ماي شانل بحيث ان اصلا الناس اللي متابعيني اون يوتيوب عارفيني اكتر من صحابي بزياده. كنت عايزه ان انا اكيب ات ريل اس بوسيبل وبصراحه ما كنتش لاقي حل امثل من ان انا ابعد الفتره دي لحد ما انا الاقي نفسي وافهم الدنيا وافهم انا ماشيه فين ورايحه فين وجايه منين وبعد كده ارجع. صحيح يا جماعه من حوالي كده اسبوع دخل فار البيت وبجد كانت مشكله كبيره قوي وقعدنا اسبوع بنحاول نمسكه ونحط له مصيده وكان بيلعب معانا بقى بجد اللي هو يعني ايه وكان بابا بيحط له عارفين اللي هو دوره كده على خط لحد المصيده ودوره كتير جوه المصيده يوم ياكل الدوره اللي بره المصيده وما ياكلش الدوره اللي جوه المصيده مثلا حاطين له اللزقه يوم بجد يعدي من حواليني كده اللزقه. كان فار غريب بس الحمد لله يا رب مسكناه وكانت اكسبيرينس بالنسبه لي جديده جدا يعني. فبرضه ده كان ابديت من ضمن الحاجات اللي حصلت في حياتي. برضه حاجه كمان في الاخر حابه ان انا اقولها لكم واكون صريحه جدا جدا معاكم انتوا اهم حاجه في الدنيا. كل واحد فيكم كل واحده فيكم هي اهم حاجه وبجد صدقوني مالكوش غير نفسكم واهلكم وبس. طبعا لو حد عنده حد من صحابه واحده او اتنين بيعتبرهم فاميلي ده يعني دول انكلودد كده كده في الفاميلي بس فعلا يا جماعه انتوا اهم حاجه في حياتكم. ارضوا باللي انتوا فيه خلي بالكم من نفسكم عشان محدش في الدنيا هيحبكم زي ما انتوا هتحبوا نفسكم ومحدش في الدنيا هيخاف عليكم زي ما انتوا هتخافوا على نفسكم. وصدقوني صدقوني صدقوني لو كنتوا انتوا مع اعز حد جنبكم واللي جنبك اتحط في موقف ان هو هيختارك او هيختار نفسه بيختار نفسه في الاخر. للاسف انا ما كنتش عارفه كده وهي مش نظره محبطه يعني او نظره تشاؤميه ولكن دي الحقيقه لان في حاجات في حقائق لازم نتقبلها عشان بعد كده نتعامل على اساسها ومش حاجه وحشه منه. احنا كمان لو احنا اتحطينا في موقف ان انا اختار او يعني افض حاجه اللي هو هاجي على نفسي فيها لا هختار نفسي الا طبعا الا من رحم ربي يعني وفي مواقف معينه مش بتكلم يعني الحاجه دي مش بتعم يعني ولكن دي الحقيقه اللي لازم نتقبلها. بلاش نبقى عايشين في الحياه واهمه الهلمان
هيمان اللي هو انتوا فاهميني يعني. فبجد خلي بالكم من نفسكم وركزوا مع نفسكم جامد قوي، اشتغلوا على نفسكم عشان صدقوني في الاخر مفيش اي حد في الدنيا اهم منكم، انتوا اهم حاجه في الدنيا كلها، انتوا اللي هتفيدوا نفسكم بجد. ده كان الفيديو بتاع النهارده، اي ثينك ان انا رغيت فيه كتير بس كنت حابه ان انا اديكم يعني الابديتس بتاعتي وايه اللي حصل معايا الفتره اللي فاتت. ما تنسوش تتابعوني على انستغرام وتكتبوا لي لو حد عايز يبعت لي او حاجه، ابعتوا لي قولوا لي حابين ايه الفيديوهات اللي تشوفوها الفتره اللي جايه وايه الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها. الدنيا بدات تفتح كده الحمد لله، او سيبوا لي في الكومنتات تحت برضو الفيديوهات اللي انتوا حابين تشوفوها الفتره اللي جايه. بس كده ان شاء الله هنبدا ان احنا نرجع ننتظم تاني، مش في ميعاد معين. فتيرن اون النوتيفيكيشنز بتاعه اليوتيوب عندي، اللي هو دوسوا على الجرس بتاع جنب الزرار بتاع الاشتراك بتاع القناه عشان اول ما انزل فيديو يبعت لكم نوتيفيكيشنز. عشان بصراحه انا لحد دلوقتي لسه مش هقدر ان انا انتظم بشكل معين في يوم معين في الاسبوع ان انا انزل فيديو، فلما تشغلوا الجرس ده هيبعت لكم على طول نوتيفيكيشن اول لما انزل فيديو جديد باذن الله. فاي فيديو حابين بجد ان انتوا تشوفوه سيبوا لي تحت في الكومنتات وانا هعمله على طول باذن الله. بس كده ان شاء الله بقى اشوفكم في الفيديو اللي جاي اللي باذن الله هيكون قريب جدا. باي باي.